السلام عليكم، معكم مصريات. عادل عشان نسجل مع بعض في درس جديد من دروس منهج اكسس جريد 4. معانا الطالبة نور فيصل عشان تسجل معانا الكلمات اللي فاتت بدأت مثلا اليوم بعنوان سبورتس هيرو، بطل الرياضة. أول كلمة معانا هي كلمة براكتس. كلمة براكتس معناها يمارس، يمارس رياضة، براكتس. تاني كلمة نور، فوتبول بلاي فوتبول بلاير يعني لاعب كرة قدم، كلمة بلاير يعني لاعب. بعدين ترامب درينك، كلمة درينك يعني يشرب. واتش كلمة ووتش يعني يشاهد. بلاي وبلاي يعني يلعب. طبعا ده صورة عمر عبد الرحمن لاعب كرة قدم الإمارات الموهوب. اوكي، خلينا نسمع عن عمر عبد الرحمن وبعدين نقرأ له. اوكي، خلينا نقرأ مرة ثانية عن عمر عبد الرحمن. رأينا عمر عبد الرحمن plays football for the UAE. He watched football on TV. He brushes every day. he practices every day يعني بيمارس كرة القدم يوميا. He drinks lots of water. He wants to be a good football player. His whole sport is football. ممتاز جدا يا نور. عمر عبد الرحمن بيلعب كرة قدم في الإمارات ويشاهد كرة القدم في التلفاز ويمارسها كل يوم، وبيشرب الكثير من الماء ويريد أن يكون لاعب كرة جيد. His favorite sport is football، ورياضته المفضلة هي كرة القدم. Listen again, are the sentences true or false؟ هل الجمل هذه صحيحة ولا خاطئة؟ Number one، يا نور فولس، أكيد هو بيلعب كرة القدم. السؤال اللي بعده، يس every day true، أيوه طبعا بيحب كرة القدم. اوكي، عايزين نقرأ يعني نتعلم ازاي ننطق الاس في اخر الكلمه عند اضافه اس للفعل. عندي هنا افعال، بعدها بينطق اس، وبعدها بينطق زد، وبعدها بينطق اذ زي اي زد. خلينا نسمع كده ونكتب الكلمات. طيب، عندنا هنا في ثلاث أفعال نطق اس. الأفعال هم eat، Eats, أيوه likes, okay، drinks, drinks. وعندنا فعل نطق الاس فيه زاد زي كلمة كلمة plays, play، وهنا الاي اس نطقت از زي كلمة practice، practice. اوكي، طيب عندنا هنا في فوكابلري على اليمين، اقرا الكلمات الاول. Okay, she runs, yeah, run, run يعني يركض او يجري، play tennis, يلعب لعبة التنس، play golf, يعني بيلعب جولف، play بيسبول. baseball, play football. اوكي، دي هي كل الالعاب اللي المتاحه عندنا، الرن الجري والتنس
التنس والجولف والبيسبول والفوتبول. طبعا هنا لما اقول هي ران بنحط فيها الاس عشان هو مفرد مع هي وشي وكمان ات، اما دي ما بنحط فيها الاس زي ما قدامنا هي they run. اوكي طيب عندنا هنا he runs, he plays football, he watches sports. طيب في الجمل he okay he plays baseball. baseball he plays golf Okay. she plays tennis. Okay. Activity 5, talk, play in groups, choose a word, make a sentence, try again. مثلا عندي هنقول نور، لو قلت نور يبقى اختار الفعل زائد واحط له ايه؟ واحط له اس. نور walks، ممكن نقول نور walks in the park or in the street. طيب لو قلنا مع هي والفيرب بلاي شو نقول؟ هي مع بلاي هنحط اس ولا لا؟ هي هي بلايز مثلا وليكن فوتبول او باسكتبول. بعدين لو قلنا، طب لو قلنا زي، حطينا الضمير زي، نقول زي باس ولا بدون اس؟ بدون اس زي ران جامب، زي مثلا زي جامب او وي جامب، انما لو قلنا هي او شي هنقول جامبس. نقرأ كده الافعال مع بعض. right walk, play, run, jump, watch, like, brush, eat. eat and eat. تمام تمام كده وصلنا لنهاية شرح درس اليوم. شكرا نور، انتظرونا فيديوهات جديدة قريبا إن شاء الله. مع السلامة، باي. Bye.